عليكم، معكم وفاء من مجوهره فاتين. كيف وعدتكم غنقدم ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم هذا لونسومبل اللي خطير جدا، فيه لا باك لي بوكل ولا شين بوندونتيف. هاد لونسومبل كيجي في اللبسه خطير على هذا الشكل، هذا بحال هكا في العنق كيجي ملبوس على هذا الشكل، كيجي خطير جدا. دابا غادي نشوفوا كل حاجه بوحدها باش نعرفوا كيفاش كيبان. نبداو بلا باك هو الاول. بالنسبه للا باك على هذا الشكل، هذا فيه هنا حجيرات بيان سيرتيي، ومن اللوك ديالو على هذا الشكل هذا ومن الداخل. كنتمنى يكون واضح بالنسبه ليكم، نوريكم كيفاش كيجي في اللبسه. هاد لاطي راه كبيره عليا، المهم كيجي هكا في اللبسه. اللبسه ديالو على هذا الشكل هذا، من اللوك ديالو على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نشوفوا لا بوكل كيفاش كتكون. بالنسبه لا بوكل على هذا الشكل هذا، حتى هي فيها حجيرات بيان سيرتيي في الجناب ديال لا بوكل. وبالنسبه للور ديالها على هذا الشكل هذا، فيها سداده ديال العمود بحال هكا كتسد على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نشوفوا لا شين بوندونتيف كيفاش كتكون. بالنسبه لاشين فوندونتيف، حتى هي ديال شوبار، سلسله شوبار، يعني ولات معروفه بجوج خفاتين والناس كيعرفوها، يعني عين في عين والصح والعمل، يعني ما كتخافيش منها. بالنسبه للفوندونتيف نفس الديزاين اللي كاين في لا بوكل ولا باد، حتى هي فيها حجيرات بيان سيرتيي، ومن اللوك ديالها على هذا الشكل هذا. وكنتمنى لارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم.